بما جس بيطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم، واليوم ضيفنا دكتور رامز عزام، أخصائي طب داخلي ومناعة سريرية. واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، كل الناس أكيد عندها تساؤلات حول حساسية القمح. كل عمرنا كنا ناكل خبز وكنا ناكل أشياء بتضم قمح، اليوم بيطلع عنا فحوصات إنه عنا حساسية قمح وما فينا ناكل خبز وهالأشياء. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرسي. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع لأنه عن جد بهم الناس. خبرنا، في حساسية قمح ممكن تظهر بعد مثلا 20 و30 سنة، واحد بيكون عم ياكل daily basis on daily basis خبز. بالنسبة للقمح هو دقيقة أكتر نقول الجلوتين، لأنه هي الحساسية على الجلوتين. الجلوتين هي موجودة بعدة أنواع حبوب، منها القمح والشعير، وفي الحبوب الجودار يعني الراي R-Y-O. هيدا المادة البروتين، يعني شو بيصير بالجسم أشخاص ما بيعملوا حساسية عليها، يعني تسمية مش كتير ضابطة، مش ما منقول حساسية طبيا، منقول مثل مناعة على ضد الجلوتين. وهالمناعة اللي بيخلقها الجسم يعني بيهجم على الجلوتين، بيهجم كمان على المصران الرفيع، بيسبب اضطرابات بالهضم أكتر شيء، يعني بامتصاص الغذاء. لأنه هو المصران الرفيع أكتر شيء مسؤول عن امتصاص الغذاء، وفيها تجي بحيال العمر. يعني إذا إجت عمر صغير إجمالاً ممكن يصير في تأخر بالنمو، يعني لأنه الجسم ما بيمتص الغذاء. الأولاد إنه عم يكبروا ما بيكبروا مزبوط. وإذا عمر كبير في عدة أشكال يعني وعدة عوارض هلا بنحكي عنها يعني. كيف واحد بيعرف إنه عنده هيك خاصة عند الأولاد؟ إجمالاً عند الأولاد بيصير في تأخر بالنمو، يعني بنلاقيه مش عم بيطول، أو بيصير في يعني عوارض. يعني بيقدر دغري يلحقها؟ صح. هو شو بيصير إجمالاً؟ الحساسية على الجلوتين أو المناعة على الجلوتين شو بتعمل؟ مثل ما قلنا بتضر بالمصران الرفيع، وممكن تعمل شيء اسمه مالادي سيلياك، اللي هي يعني بالعربي إنه اضطرابات بالهضم. بيصير في مشاكل، أكتر شيء وجع بطن، بيصير في نفخة، ممكن يصير شوية حموضة، وجع بطن، يعني كل هيدول العوارض ممكن تخلي الشخص يفكر انه عنده حساسية على الجلوتين. في غير اشكال، يعني اجمالا هالمرضي سيلياك بنعمل فحص دم، بنشوف بالدم في مناعة ضد الجلوتين. ومن بعدها اجمالا ننصح نعمل نادور. يعني بيفوت الطبيب الجهاز الهضمي بيعمل خزعات من ال 12 ديودينام، هيدا هو أول مرحلة بالمصران الرفيع، وبيبين فيه التهاب بهالمنطقة. والعلاج هو يوقف الجلوتين. وإجمالا 90% بيتجاوبوا. هيدا الكلاسيك. يعني مالادي سيلياك. بس هلا مؤخرا عم بينحكى بحساسية على الجلوتين، أو شخص يعني عدم احتمال الجلوتين، يعني جلوتين انتوليرنس. بلا ما يكون فيه هالمالادي سيلياك. يعني في كتير أشخاص مثلاً بيكون عاملين كل شيء في فحوصات وعاملين حساسية الجلوتين، وعندهم مثلاً وجع بطن ونفخة، وبيقولون بالأخير مصران غليظ. هو هيدا الحل، شو بيقولوا حل كل شيء؟ مثل الفيروس يعني، مثل ما قلت قبل، الفيروس مصران غليظ. مصران غليظ، بس لا، هي المصران غليظ موجودة يعني. كامن يعني كيس هيدي. بس في تقارير طبية بال يعني اشخاص عندهم مصران غليظ بيوقفوا الجلوتين بتروح العوارض. بلا ما يكون في فحص، يعني فحص ده كله يكون كل فحوصات طبيعيه. غير هيك في كمان اشخاص وقت ياكلوا جلوتين، يعني القمح او الشعير، شو بيصير فيهم؟ بيصير دماغهم مثل ضباب، يعني بنسميه فوجي برين، ببطل فيه يركز، ببطل فيه، وبيصير في مشاكل بالتوازن. هؤلاء الأشخاص كمان أوقات بيبرموا كتير يعني أطباء، وبيبقوا إنه في عندهم مشاكل تركيز ومشاكل بالتوازن، تبقى كل فحوصات طبيعية، ولحتى فحص الجلوتين يعني بيبقى طبيعي، وقت يوقفوا الجلوتين بيصحوا. مش هيك أوقات كمان بنشوف على برودكتس مشتريهم من السوبر ماركت جلوتين فري مثلا، صح، او بنعمل دايت عند حدا كمان بيقول لك انه تمنع، انه يمتنع عن الخبز، او يمتنع عن الكعك، او الاشياء اللي ممكن يكون دخلها جلوتين. صح. هو اللي بيبين عنده يعني حساسيه على الجلوتين او مناعه ضد الجلوتين اجباري يوقف الجلوتين. يعني بيصير بده يشتري مواد أكتر شيء ما فيها جلوتين، يعني مثل الطحين بلا جلوتين،
بس الفرق اللي بيصير انه برودوي البلد للتان كتير غالي. يعني مثلا كيس طحين حقه 1000، هديك حقه البلد للتان شي 10000. هالقد فرق كتير. الأشخاص اللي عندهم حساسية على الجلوتين بيبطل فيهم ياكلوا الخبز العادي المستخرج من القمح. بيبطل فيهم ياكلوا لا جاتو ولا بيتزا. كل شيء بحسوا شو العوارض؟ عوارض مثل ما قلنا، أول شيء في هالمرضي سيلياك، يعني النفخة والدياريه كمان. بصير في دياريه كتير لأنه الغذاء ما عم يمتصوا الجسم، فبصير بيظهر بالخروج. في كمان حالات بتبقى جلدية، يعني بصير في مثل طفرة جلدية كل ما ياكلوا جلوتين. طفرة كتير بترعى الجسم، احمرار مع هيك بولين يعني صغار. كمان هيدي الحالة اجمالا وقت وقفوا جلوتين بتروح. اوكي، وفي اشخاص بوقفوا الجلوتين وما بيصحوا، يعني بتبقى المناعة كتير قوية عندهم وهاجمة على. شو بيصير بهالحالة؟ بهالحالة بنعطيهم أدوية لنخفف المناعة. أوكي. يعني وعلاج مدى الحياة. وهؤلاء الأشخاص اللي ما بيصحوا لو وقفنا الجلوتين معرضين أكثر يعملوا أمراض سرطانية بالجهاز الهضمي، مشان هيك بيتراقبوا بكثرة. هلا في شغلة إنه في أشخاص بيجوا، رح أعطي مثلا عن شخص إجا لعندي كان عنده كل فيتامينات واطيين. لما يكون في نقص فيتامين وحديد بنفكر بالمشاكل امتصاص الغذاء. عمل فحص الجلوتين طلع نورمال. وعمل نادور كمان طلع طبيعي، بس اصريت له انه وقف الجلوتين لانه في هيدا انه قصة الحساسية على الجلوتين ويكون الفحص طبيعي. وقف الجلوتين وصح. راح عند غير شخص يعني طبيب وقال له ما بيك شيء، ورجع اكل الجلوتين ورجع انتكس. يعني في شوية كمان الأطباء مش الكل عندهم الوعي عن هيدا الموضوع. الأنتي تيل الجديدة رجع أجر عندك. رجع أجر أكيد خارجه، بس بيعرف جاي عن طبيب بيوسقفي من الأول، مش عم نلعب اليوم. مش هيك إنه كرمال يعرفوا إنه أوقات العالم لو ما بين الفحص حسي على الجلوتين ممكن تكون موجودة. ممكن يعني هلأ في تقارير كمان عند الأولاد اللي عندهم ADHD، يعني هيدا المشاكل التركيز بيكونوا هايبر كتير ما بيركزوا. في عملوا دراسات عند أولاد وقفوا الجلوتين واكتشفوا انه راحت الحالة. يعني بنصح الأهل اللي عندهم أولاد عندهم ADHD اوكي يجربوا، ليش لا، ما فيها خسارة انه لأنه ما في فحوصات بتأكد او بتنفي، يعني يجربوا وممكن يلاقوا تحسن عند الأولاد. وكمان عن ميجران، يعني الشقيقة ميجران هاي بتهمنا. أنا شاربت هاي دي مهمة كمان. في أشخاص كلها إنه تقارير طبية منا دراسات 100% يعني، بس إنه في تقارير عن حالات ممكن وقفوا الجلوتين وخفوا كرايز الميجران. طيب دكتور، بس نقول وقفنا الجلوتين يعني نوقف ناكل خبز العادي اللي بنعرفه؟ صح، كل الخبز مزبوط كله. في هلا خبز الشوفان اوكي، بس او خبز البطاطا او خبز الذره هدول يعني اكثر شيء. هلا بلشوا صنعوا منهم هون. هلا المشكله بالشوفان هو مثل نوع، يعني في مطرح ما بيصنعوه بيطلعوا حبوب الشوفان بيقطعوه، يعني عاده تقطع هي العشبه كلها بمكانات بتفرز العشبه عن الحبوب. اوكي، المشكلة بالشوفان انه كتير اوقات بيتلوث بالجلوتين لانه بيستعملوا نفس المكانات اللي بتفصل القمح. اوكي، فاجمالا يعني ممكن يكون بيحتوي شوي على، صح، اجمالا ببلاد برا في رقابة على الموضوع، هون ما في رقابة على شيء. صح، يعني ممكن يعني ما بنصح اجمالا ياكلوا شوفان. اوكي، ما تاكلوا شوفان، شو بياكلوا محل الشوفان؟ يعني في كتير برودويات بالسوق اجمالا جلوتين فري لازم. صح، وكتير مهم انه يشوفوا دياتيسيان، يعني انه ديت او اخصائي او اخصائية تغذية، يصير كتير تعاون. ولازم كمان مش بس يوقفوا ياكلوا جلوتين، يعني لازم كمان يكتبوا من التلوث الجلوتين. يعني مثلا اذا هن بالبيت عندهم هاي لوحة التقطيع، أوكي. اذا شخص قطع خبزة عادي عليها ورجع هو اجا قطع خبزة بلا جلوتين بيلعط، ممكن يصير فيه تلوث. هلقد ممكن مثلا اذا مثلا سمك ما في جلوتين. اوكي، بس في اشخاص ما بتبدو يعملوا مثلا سمك مقلي ممكن بيقلوا اول شيء خبز صح، فبيتلوث الزيت بالجلوتين. اوكي،
أوكي. مثل البطاطا المقلية اللي منا هي ما فيها جلوتين، في البطاطا هيدي المصنعة بتجي كياس هيدي اجمالا بحطوا فيها قمح وبرودوي طحين يعني دجاج مثلا وادي للطوب الطحين يعني بيبقى عم بيطلب الشخص اكل بلا جلوتين وبيبقى جاي كله جلوتين حلو كتير كله قمح مظبوط بلا ما يعرف ولحتى مش بس هيك تلوث كتير دقيق الجلوتين يعني بشكل انه اذا بالخزانة محطوط مثلا كيس كعك فوق برودوي بلا جلوتين ممكن ينزل افتفيت حلقات لهالدرجة المرطبين إذا مش مغسلين منيح فيهم حدا حاطط فيهم كان طحين أو شو ما كان حبوب فيهم جلوتين يعني هالقد دقيقة العملية مش هيك لازم ننتبه كتير على هذا ما وقفت على الأكل كمان في شامبو في دواء أسنان في كريمات وشو بيتضمنوا جلوتين أوقات بحطوا فيهم يعني مثل نوع انه من يعني اباز شيء خاصه بالجلوتين ايه قصدك ايه واذا الشخص تحمم بشامبو في جلوتين وممكن يبلع وقت شوي منه اوكي او ليب جلوس بحطوا فيه تصير اسمك البرودوي كمان ممكن يعني يمكن اشياء هلا عم تعددها حضرتك بس نحن هلا عم نمزح بس انه عن جد هالقد في لها اهميه كثير دقيقة. وكثير دقيقه طب دكتور شو أسوأ شيء معقول يصير للأشخاص اللي بدلوا يأكلوا أشياء فيها جلوتين وهن عندهم هيدا البروبلم؟ إجمالاً يعني إذا في المالادي سيلياك يعني مشاكل اضطرابات الهضم أسوأ شيء إنه بيهبط كل شيء فيتامينات وكل والحديد الحديد شو بيعمل؟ بيعمل فقر دم نقص الحديد بيعمل فقر دم بيصير عندهم تعب مزمن بيصيروا شاحبين ممكن إنه فقر دم قوي يودي لضيق نفس اوكي يعني ببطلوا فيهم كتير يكونوا نشيطين اوكي في غير نقص فيتامين B12 بيصير هذا كمان عند هؤلاء الاشخاص كمان بيصير في فقر دم وبيصير عندهم مشاكل بالذاكره وبالتركيز كمان يعني ببطلوا يعني لا نشيطين لا جسديا ولا عقليا هلا اذا واحد عنده هالسيمتوم اللي عم تعددها حضرتك لازم يتوجه يعمل هذا الفحص تشوف انه بركه ولا ممكن تكون عوارض شيء ثاني كمان هلا أو اكيد واحد يعني في عده تشخيصات قلنا الحساسيه على الجلوتين بس كل شيء التهابات مزمنه بالمسران مثل كرون وريكتوكوليت هدول اكثر الكرون يعني ممكن يعملوا نفس الشيء انه امتصاص مشاكل امتصاص بالغذاء ما بعرف شو ياكلوا كمان حي الله شيء صحي اللي يكون عنده الكرون ايه انه اجمالا لا بياكلوا انه ما بتفرق انه جلوتين او بلا جلوتين بس انه القصه مش بس يعني وقت يكون في مشكله امتصاص غذاء في منا الحساسية على الجلوتين وفي غيره يعني اجمالا عم بنعمل فحوصات تنعرف شو اكثر ونوادير في تيعرف الشخص دكتور قبل ما نختم حلقتنا معك لليوم شو النصايح اللي بتحب هيك تعطيها للاشخاص يلي يمكن بيعتلوا هم انه يكون عندهم هالاشياء ولا لا وقديش برايك الفحوصات يلي بنعملها اليوم كثير من الناس بياخذوا بيروحوا عند حدا اخصائي تغذيه او حدا تاني بيجي بيقول لهم انا بعمل لك فحص دم بعرف انه مثلا الخبز بنصح الخبز بضعف الذرة منيح لك هو قد ايه دقيقين الفحوصات وقد ايه هو دايتيشن مش بس دايتيشن اوقات في ناس تانيين بيعملون يعني قد ايه دقيقه هالشغله ولا لا إجمالاً إنه هيدا اختصاص الأخصائي التغذية إنه معروف شو بينصح شو ما بينصح بس إنه نحنا موضوعنا عن الجلوتين إجمالاً لا قصدي إنه الفحوصات قد دقيقة طبع طبع هول إنه في بلا دقيقة بس مش مبنية على دراسات واسعة بس في أشخاص يعني إذا بتروح عند شخص بيقولك ببعتوها على برا بتروح على مختبر بيعملوا إيه في فحوصات دقيقة إنه يعني بس مش 100% ما في شيء 100% بس إجمالا العالم بيستفيدوا لأن بوقفوا المواد اللي فيها كتير كالوري إنه بيكل بساطة تخلص إيه بقى عملت نصايح لكنا قبل ما نختم تفضل نصايح إذا عند الأولاد تأخر بالنمو أو طفرة جلدية يعملوا فحص الجلوتين عند الكبار كمان أوجاع بطن مزمنة مع كمان نقص فيتامينات مش معروف شو السبب كمان يعملوا فحص الجلوتين والشخص اللي بيكتشف عنده الحساسية على الجلوتين بده يفصل أكلاته عن الشخص لأنه كتير دقيقة يعني مش بس إنه بده يأكل أكل بالهواء يعني بتقلع شوي ممكن لحتى الطحين إذا شخص عم بيشتغل بالطحين وفي هواء بصير في طحين بالهواء ممكن كمان يفوت
يعني دقيقة القصة، وإجمالا علاجة يوقفوا القمح والجلوتين على مدى الحياة. يعني بعد ما في دواء إنه يخلي الشخص يرجع يتقبل الجلوتين. أوكي، شكرا لك دكتور. خير حضرتك موجود كمان بمستوصف بلدية جديد الأشياء السيد، فيكم تحكون أكيد على رقم المستوصف وتاخذوا موعد من دكتور. شكرا لك دكتور رامز عزام. بكرا الله رات حلقة جديدة. مرسي لهيرزبو فولا بيوتي لونج، وكمان ما تنسوا تحضروا كل حلقاتنا على يوتيوب شانل وفيسبوك الصدى تي في. إلى اللقاء.